عندك مستشارين غير معلنين؟ اي ممتاز ممتاز، احب الصراحه. ليش غير معلنين؟ والله لانهم يعني هم طلبوا عدم الاعلان فقط كذا حسب رغبتهم. رأفت يحسسني واحد انه رأفت الهجان. انا لو معك طالبني انا مستشار بيطلع في برنامج كوره، مقدم برنامج كوره ومستشار رئيس الاتحاد السعودي. ممكن ليش 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 طلب منهم؟ وترى يعني هي وش نوع المستشارين هذول؟ اعلاميين، فنيين، قانونيين؟ لا اعلاميين، يعني هم يمكن اثنين فقط لا غير. مين طلبوا؟ ما هذا قلت لك اللي بقدر اجاوبك الحين. جاوبتك. اوكي 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 يلا بدأ الحين. لا انا الحين كذا اخاف. طب ايش ضمني انا انهم ما يحبوني؟ طيب عشان كذا ما تجيني انا من عندكم معلومات دايم. انا احبك، يكفي اني انا احبك. ما انت محول المواضيع عليهم هم. لا جد خليك معي بس اتركه. ما لي دخل المستشارين ابد. ايه طب ليش ما يعلنون اسامي؟ مش يخافون منا؟ لا والله مو عن خوف، بس حسب رغبتهم يعني. بس بحاول اني اعلن اسمائهم، بستاذنهم اول بس. وترى استشاراتهم خفيفه جدا. انا اعرف اثنين بقول لك عليهم بعد الهواء. ما بقولهم على الهواء، خلاص احترم رغبتك انا. الله يسلمك. بس انا اعرف انهم اثنين. بس بصراحه يعني غريب جدا انهم ما يعلنون اساميهم. ترى الموضوع بسيط جدا. لا مو بسيط صدقني. صدقني مو بسيط. استشاراتهم ترى بنطاق محدود. ما يخالف جداً. عشان كذا يعلنون اساميهم، شو المشكله؟ اخي تعال تحت الضوء، انا مستشار رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، شو المشكله؟ وهذه نقطه ثانيه. رواتبهم عاليه؟ لا ولا تذكر شيء، ومكافآت بسيطه جدا يعني. طب ليش طيب ما يعلنون؟ ما سألتهم يعني؟ ما جاك فضول تقول له تعال يا أخي وش يعيبك أنك تكون مستشاري؟ لا مو عيبة. لا بعض الحين بعض الناس مثلا لرغبة معينة أو بس. أنا ما أتفق معك يعني. بنحاول أن نطلب منهم أن نعلن أسماء لأنه ما في شيء يضر أو يزعج يعني. بالضبط بالضبط بالضبط.